حضرتك من سنين طويلة وانت بتؤمن هذه الكاتدرائية من الداخل، عايز اسألك اولا الوضع عامل ازاي كما تراه، وبعد كده هتتولى الاسئلة. يعني هو ببساطة ببساطة شديدة وبملخص بسيط، الحمد لله الوضع تحت السيطرة تامة ومفيش أي حاجة. الولاد بتوعنا داخل الكاتدرائية، محدش منهم خرج بره خالص، متأمنين بالداخل علشان حاولوا يطلعوا، فوقوا بضرب من الجهة المقابلة اللي هي الشوارع المحيطة ده اللي من هو ده ناحية اللي هو بتاعت ده لا اللي هو الوجهين. في نص اليوم ولا ولا مؤخرا ولا لا يا دلوقتي؟ فندم، ده هو ده احنا بعد الجنازة ما طلعت مباشرة، بعد الجنازة. والجثامين اتجهت إلى اتجاه المدافن. فوجئنا ببعض الناس من الشوارع الداخليه طالعه بتضرب المجاميع اللي هي ورا الجنازه، فالناس ابتدت تجري داخل الكاتدرائيه تحتمي بيها، فكان منا على طول علشان ما حدش يندس ويخش جوه قفلنا الابواب عليهم ومنعناهم ان هم يطلعوا عشان ما يحتكوش بالناس اللي بره. فوجئنا بمجموعات جايه، كأن العمليه مدروسه ومخططه، فوجئنا بمجموعات جايه راكبه الاسطح المنازل المطله على الكاتدرائيه وبتلقي علينا ازايز الملوتوف وبتضرب علينا بعض الطلقات وبتضرب، فالعيال بتوعنا ابتدوا يتجهوا ناحيه الاسوار للحمايه، الطلقات بتاعه الخرطوش والطلقات بتاعه الغاز المسيل للدموع بقت تتساقط داخل الكاتدرائيه. اتصلت طبعا بالساده المسؤولين الامن وهم زملاء افاضل وناس يعني بيبذلوا كل الجهد، صحيح اتصلت بيهم ان احنا نحاول نفضي المنطقه المحيطه من الخارج والاسوار اللي هي بتاعتنا من المظلات بتاعتها بحيث ما فيش حد يندس من ورا، وبالتالي الولاد اللي جوه بيستفزوا وبيبقوا عايزين يردوا على اللي بيحصل من ناحيه الخارج، احنا نبعد من جوه وهم يفضوا المحيط الخارجي اللي محيط بالكاتدرائيه، ونبتدي بعد كده نطلع الولاد بتوعنا يمشوا في امان بعيدا عن اي تداخل بين الطرفين، او على الاقل نأمنهم بالداخل دون استفزاز ودون اتجاه الى ان هم بينضربوا، فيقولوا لي انا النهارده بنطلع عايزين نأمن مكاننا، وليهم كل الحق في هذا، وانت عارفه طبعا في الزحمه دي بيحصل بعض الانفلاتات. صح، ما بقولش لا، ولكن السبب النهارده المحيط اللي حواليا ده، وزي ما قلت لسياده المدير الامن والساده المسؤولين فضولي، وهم دلوقتي ابتدوا يفضلوا يا الحمد لله. سيادة اللواء، حضرتك مسؤول عن الأمن داخل الكاتدرائية، ومرة بالظبط أخرى حضرتك جزء من المكان يعني لسنين طبعا طويلة. أنا عايز أسأل حضرتك طبعا، سؤال، كل اللي موجودين سواء شهود عيان أو جزء من الحدث قالوا إزاي يبقى النهاردة في قداس لقتلى في أحداث ده خطير. مؤسفة في الخصوص على خلفية فيها طائفية، ازاي ما يبقاش المكان الشوارع اصلا مؤمنه وفي أمانة كلها تامين لمسار الجنازه؟ ده سؤال لازم اساله لحضرتك برضو، يعني هل انت طلبت تعزيزات من الامن ولم يستجب لك، ولا انتوا ما طلبتوش فمحدش بادر؟ لا يا فندم، ده احنا على اتصال وتنسيق من امبارح الصبح، على اتصال وتنسيق، وهم كانوا معانا كاف جميع رجال الامن وامن الوطني وامن المديريه وكلهم على تنسيق، ايوه لان التنسيق، انا الجنازه مش بتكلم على التنسيق، انا بتكلم على الارض، احنا كل الشهود وكل الناس قالوا انه الحراسه اللي كانت حوالين الكاتدرائيه النهارده كانت افراد، يعني عدد قليل جدا. يعني هم اللي حصل اول ما طلعوا الجنازه طلعت، يعني انا مش طبعا دي حاجه خاصه بيهم هم، يا يعني انا سياده اللواء، سياده اللواء داخل. بص يا سياده اللواء، انا مستشاره الحرج، يعني حضرتك جزء من وزاره الداخليه وجزء من الكاتدرائيه، وقادر افهم انه حضرتك مش عايز تقول شيء لا يلقي باللوم على دول ولا على دول، بص بس يا مدام منى، مدام منى عشان خاطري احنا بنتكلم دلوقتي، احنا كلنا اتجاه واحد وهدف واحد، احنا صحيح. بنتكلم في الاتجاه ده، انا بتكلم طب بقول هو ده السؤال النهارده يا سياده اللواء، هل انت خليكي كنت معايا طب حضرتك، انا خليكي معايا، لا هقول لحضرتك، انا هنغير صيغه السؤال، هل كنت تتمنى اللي هو نبيل رياض مدير امن الكاتدرائيه من الداخل، هل كان يتمنى انه يبقى في تواجد امني اكتر خارج الكاتدرائيه في يوم زي النهارده؟ ما انا بقول لحضرتك الامن بعد خروج الجنازه حصل ان هم المجموعات اللي طالعه تلاحم مع اخرين كانوا موجودين في الشوارع الجانبيه، في الشوارع الجانبيه يعني الامن في اللحظه دي بعد عن المكان على اساس ما يبقاش هو ما بين الطرفين، ودي يمكن الهدف، الحاجه اللي حصلت كانت القوات اللي هي موجوده في الوقت ده لم تكن بالقدر الكافي لانها تعمل كردون بالشكل اللي هو الناس اللي طالعين من الحوالي اللي جوه دول، حتى بفرض ان كان ناس مندسه وهتخش على الدواخل دي وتستفز حد او تشير حد وحد يستثار،
كان المفروض ان تبقى في كردون قافل جميع المطلات اللي طلع على مسار الجنازه. صحيح. وهذا هو الكلام اللي انا بقوله وما زلت بقوله، وبعاتب عليه بعض جهات الامن من الزملاء، بقول له النهارده انت كنت تامن لي الخارج بحيث الجنازه وهي طالعه اذا حصل اي تجاوز من اي حد سواء كان من اللي موجودين داخل الجنازه وهي الوف مؤلفه كانت ماشيه، ممكن يكون وسطيها فلان علان جهات مختلفه، في نفس الوقت المداخل اللي هي طالعه من الشوارع الجانبيه على شارع رمسيس قفلها بحيث ما تديش فرصه لده يلتحم مع ده. وبعدين اتفقنا في الاخر فضيلي قال لي طب نفضي الناس اللي واقفه فوق، فضينا الناس اللي واقفه فوق، فوجئنا بناس بتندس من ورا الكاتدرائيه في شارع جانبي اسمه محمد شافعي، شارع خفيف كده حاره جانبيه. بداوا يضربوا على الكاتدرائيه، ابتدت العيال تستفز، بداوا يطلعوا عشان يحموا كنيستهم من الاسوار المطله. اتصلنا بيهم تاني، حاليا دلوقتي انا طلعت في الخارج موجود حاليا امام الكاتدرائيه علشان ااكد للساده المسؤولين والساده وزير الداخليه وكل الزملاء وكل الشخصيات اللي موجوده ان اولادنا هم بدون ما هيتعرض لهم حد، بس نأمن ما هو حوالين المكان. فعلا الموكب اللي احنا كنا بنصوره ده فعلا كان موكب وزير الداخليه اللي داخل الكاتدرائيه ولا لا؟ خارج الكاتدرائيه. يعني هو ما دخلش موكب وزير الوزير الداخليه ما دخلش؟ لا خارج الكاتدرائيه. احنا حاليا خارج الكاتدرائيه، هو وصل انا قاعد دلوقتي فاستاذن حضرتك، انما الموقف امن تماما الحمد لله. وشويه وباذن الله نطمن الجميع. لا يعني وزير الداخليه كان جاي بيتفقد مكان الحادثه ولا بيتفقد قواته ولا بيتفقد الكردونات؟ طبعا كلهم موجودين جميع القوات الحمد لله، وموجوده وبتعمل كل شيء، وبقوه الله كل الامور تبقى تمام، تبقى هاديه تماما ان شاء الله. طيب انتوا طالبين لحد اللحظه دي، ده سؤال الاخير سياده اللواء نبيل رياض، طالبين لسه عمل كوردونات لتامين الشوارع المؤديه الى الكاتدرائيه؟ موجوده حاليا جميع الكوردونات موجوده، والحمد لله كده في كافه الاتجاهات حوالين الكاتدرائيه والكنيسه البطرسيه المجاوره ليها، كوردونات الامن المركزي واقفه، وجميع رجال الامن موجودين، وان شاء الله الامور تنتهي بخير، واحنا كلنا في الاول وفي الاخر ناس بتوع وطن واحد، وباذن الله بهدوء كده الجميع هينتهي ويمشي في سلام باذن الله، وادعوا لنا كده بالتوفيق ان شاء الله وبسلامه الوطن.